وأمر النبي بسبي النساء اللي كانوا تحت الشجر، والجيش جالس ينظر للمشهد، والمسلمين سبوا نسائهم على أعينهم، وكان بين النساء واحدة جوزها ما كان بالمكان، وكان بحب زوجته كتير جدا، وما شاف زوجها الحفل اللي صارت. ولما وصل زوجها شاف الجيش على رؤوس الجبال وجيش المسلمين بالوادي متوجه للمدينة، فقال إيش اللي صار؟ قالوا الحقيقة خفنا نواجه محمد فهربنا على رؤوس الجبال. فقال عوافي يا رجال، عوافي، أهم شيء أموالنا ونسائنا معنا. فقالوا إيه أموالنا معنا بس نسائنا للأسف سباهم المسلمين ومحمد وزوجتك معهم. هنا تغيرت ملامح الرجل، طبخ راسه طبخ، صار يصيح فيهم انتم مجانين، انتم صاحيين، انتم على رؤوس الجبال هم بالوادي، كيف تتركونهم خذوا نسائنا؟ انتم بمكان قوة وهم بمكان ضعف، كان غيرتوا عليهم، والله ما فيكم خير كلكم، والله ما أرجع للبيت وأنا أتنفس، يا أنا يا محمد وما برجع للبيت إلا وزوجتي معي. وانطلق نحو جيش المسلمين لوحده، والنبي وهو متوجه للمدينة حب يرتاح في شعب من الشعب، والرسول مش مطمئن لأنه سبى نساء أمام عيونهم وهم جيش كامل، فكان الشعب محني من كل الجهات إلا في ثغرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابه: من منكم يكلأنا الليلة؟ يعني يحرسنا، خوف أحد يدخل علينا من هذه الثغرة أو من هذا المرتفع في الشعب. فقال عمار بن ياسر وعباد بن البشر: نحن يا رسول الله. فانطلقوا لرأس الشعب، فقال عباد لعمار: ابدأ أحرس المكان، أول الليل أم آخرة؟ فقال عمار: اكفيني أوله. ونام عمار وقام عباد يقوم الليل، وما كان يعرفوا إنه وراهم رجل زعلان زعل شديد، وراسه مطبوخ طبح من الحقد، وجاي ومستميت ويبغى يعمل أي شيء، ما بده يرجع إلا هو عامل شيء. وكانت رياح شديدة، وعندما هديت الرياح شفد رجل سواد رجل، وإلا وهو عباد يصلي قيام الليل، قال: هذا حارس الجيش، يكفيني قتله، وإلا بسهم يخترق جسد عباد، جسد عباد ابن البشر وهو بصلي، ولكن عباد سحب السهم من جسده أخذ بتكملة الصلاة، والدم ينزف وهو يرتل القرآن وهو يصلي، إلا بسهم تاني وهو بكل هدوء بنزع السهم وبكمل صلاته عباد، يصلي وهو غرقان بالدماء في ظلمة الليل، والرجل بده ينجن، بده ينجن سهمين وهو باقي يصلي، وإلا بالسهم الثالث ويخترق جسده، وعمل نفس اللي قبله وأكمل صلاته. وعباد كان خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، هو يسجد ويركع، فنكز عباد عمار بن ياسر، ولقي عمار عباد غرقان بدمه وجنبه ثلاث أسهم، وقال عباد: اجلس فقد أوتيته وأقبل علينا، يعني العدو بالمنطقة. وعباد ما يعلم كم عدده، ولكن كان ذلك الرجل اللحق بجيش المسلمين من أجل زوجته، ولما شاف هذا الرجل أن المسلمين انتبهوا إليه دخل في نفسه الخوف، يعني لا ما بعرض نفسي للقتل، ولف بخيله وهرب. فقال عمار لعباد: سبحان الله، ليه ما نبهتني من أول سهم؟ ليش ما نبهتي أول ما رماك؟ أقل إشي كان قمت ساعدتك. تخيل إيش رد عباد بن البشر، رد صوته مليان بالألم: كنت في سورة أقرأها، ووالله ما أحببت أن أقطعها أبدا حتى تنتهي، ولما تابع علي رميه ركعت فنبهتك، وأيم الله يا عمار لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها. المهم تعالج عباد وطلع الصبح وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء حصل، وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى المدينة. وبالطريق توقف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجو حار جدا، وكان في الشعب شجر كتير، فتفرق الجيش ليستظلوا تحت الشجر، وراح النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه على الشجرة ليأخذ قيلولة، ولكن الصحابة ما بعرفوا أن هناك كان شخص يراقب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد فترة بسيطة استغرق الصحابة بالنوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وحل الهدوء، واقترب الرجل من النبي وأخذ سيف النبي، فصح النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرجل من المشركين، وبالضبط كان من غطفان ماسك سيف النبي ويناظر النبي، والنبي وحده والجيش
الجيش متفرق، وكان هذا المشرك يتحدى مع قومه بقتل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال للنبي: أتخافني يا محمد؟ فقال النبي بكل قوة: لا. فقال المشرك: أنا معي سيف وأنت جالس وما معك سيف، وما أحد يقدر يمنعني من قتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله، الله يمنعني. فقال الصحابة: سمعنا صوت النبي صلى الله عليه وسلم بنادينا، إذ بغور بن الحارث جالس عند النبي والنبي بيده السيف. وقال النبي للصحابة: ما حدث معه؟ وقلت له: إن الله يمنعني منك، وها هو جالس ومعي سيفي. ولم يعاقبه النبي وتركه، ولكن الصحابة مسكوه وهددوه، وجمعوا المسلمين أغراضهم وأسلحتهم وتوجهوا نحو المدينة، واقتربوا من المدينة وأسرع الجيش. بس كان واحد من الصحابة عنده جمل، جمل بتعبه، كان هذا الجمل بطيء، وكان اسم هذا الصحابي جابر ابن عبد الله. جمله كان بفقع القلب، يعني بفقع القلب بطيء جدا. فقال جابر: كنت آخر القوم ومتى يمشي بينه وبين دخول المدينة، وكان دائما أضرب بعيري حتى يسرع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل شوية يتفقدنا، يعني النبي كان يتعامل معه كأنه هو الأب وهو اللي يفقد أولاده، كان كل شوية يتفقدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فشاف النبي جابر متأخر شويتين، فسأل النبي، فشكى جابر للنبي جمل إنه بطيء وبفقع القلب إلى آخره. فقال له النبي: انزل عن البعير واعطني عصاك. فأخذها النبي وبدأ يدق الجمل بالعصا، فقال النبي لجابر: اركب. فقال جابر: وكأني ركبت جمل غير الجمل، مسرع ونشيد وصحيح. وبدأ يسبق الجيش، ودخل الجيش المدينة، وجيش النار وثعلبة رجعوا لبيوتهم، وانتصر المسلمون دون قتال.